السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في مطبخ جميلة. في الحصة السابقة حضرنا مع بعض مثلجة بالموز، زيناها بصوص الكراميل، فجاو طلبات من طرف الأخوات باش نحضروا مع بعض هالصوص الكراميل اللي منكه أو لا منسم بالقهوة وبالشوكولا. فاحنا سبق لنا وحضرنا مع بعض واحد النوع ديال صوص الكراميل اللي بالكريمة السائلة وبالفاني، غنزل لكم الرابط ديالو على الشاشة. واليوم ان شاء الله غنحضروا وصفة مختلفة تماما على الوصفة السابقة. كنحضروها بالقهوة وبالشوكولا، وكتجي رائعة ولذيذة، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، وكنزينوا بها جميع انواع الحلويات والمثلجات. اذا غنحتاجوا لهذه الوصفة القطر، هذا القطر حتى هو سبقنا وحضرناه مع بعض وغنزل لكم الرابط ديالو على الشاشة، وهو سهل وبسيط. انا كنحضر منه غالبا كمية كبيرة لاننا كنحتاجوه غالبا في العديد من الحلويات، كيبقى صالح حتى لمدة سنة فما اكثر، فما كيفسد ما تيوقع له حتى شي حاجة. كيف كتلاحظوا انا كنعمل واحد القنينة كبيرة دائما كنحضرها، هي اللي خديت منها دابا هاد ربع لتر ديال القطر كيكون شوية ثقيل. غنحتاج كذلك 4 المعالق، اي 4 ملاعق كبيرة من سكر الخشن، ملعقة صغيرة من نشاء الذرة او مايزينا، ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان، والقليل اي رأس الملعقة من روح الشوكولا. غنحتاج القليل من الماء، يعني الكمية اللي غتكفينا باش نخلطوا هاد المايزينا، وغنحتاجو شويه اي القليل من الماء الدافئ باش نخلطو هاد القهوه سريعه الذوبان. اذا ننتقلوا للطريقه الاديه. اول حاجه غناخذ الكاسرونه، غادي نشعل النار وتكون النار خفيفه ماشي قويه، وغادي نعمل هاد 4 المعالق كبار ديال السكر الخشن. غنحاول نوزعو على القاع ديال الكاسرونه، وغادي نخليها حتى يبدا يذوب لي السكر من جناب. ملي غيبدا يذوب لي السكر من جناب غادي نحرك الكاسرونه غير بهذه الطريقه حتى يذوب لي السكر كامل، والنار خاصها تكون دائما خفيفه ماشي قويه باش ما يتحرق ليش السكر. كيف كتلاحظوا بدا كيذوب من جناب كيف كتشوفوا، فدائما نحاولوا نوزعوا السكر نحركوه بهذه الطريقه ونرجعوه للنار. كيف كتشوفوا النار ماشي قويه، كيف كتلاحظوا السكر داب لينا، خدا هاد اللون البني اللي ماشي غامق بزاف، لون جميل. في هاد الاثناء غادي نزولو من فوق النار بهذه الطريقه، وغادي نرد البال ونضيف هذاك القطر، غنضيف واحد الكميه كيف كتلاحظوا فهو كيبدا يفور لان القطر بارد. غادي نرجعو فوق النار، في هاد الاثناء غادي نحرك كيف كتلاحظوا فهو كيتحجر، كيف لاحظتوا كيتحجر لينا لان الكراميل كان سخون بزاف والقطر بارد. الا ما بغيتوش هاد المساله توقع معاكم سخنوا القطر، الا سخنتوا القطر فغادي يبقى الكراميل سايح. دونك غنرجعوه فوق النار وغنخليوه حتى يعاود يسيح من جديد على خاطرو. في هاد الاثناء اللي حنا كنتسناو الكراميل ديالنا يعاود يذوب، غادا ناخذو هاد المعلقه ديال النشا وغنزيدو عليها هاد شويه ديال الماء بارد، يعني الكميه اللي غدوب ليا هاد النشا فقط، صافي هاد الكميه كافيه. غناخذ هاد المعلقه الصغيره ديال القهوه سريعه الذوبان، غنزيد ليها واحد الكميه بسيطه من الماء المغلي اي الماء سخون، يعني الكميه اللي غتكفيني باش نذوب هذه القهوه فقط، صافي هذه الكميه كافيه. اذا بعد ما داب لنا الكراميل غادي نزيدو هذه القهوه، غنزيدو النشا وغادي نحرك، لاننا عملنا النشا فما خصناش نغفلو عليه باش ما يلصقش لينا في القاع. بقاو نحركو نحسو بيه بدا يتقال شويه ونزولوه من فوق النار، ما خاصوش يتقال بحال الكريم باتيسير، خاصو نحسو بيه غير ملي كنديرو شويه الكراميل على جناب هكا ما كينزلش بسرعه، يعني كيبقى لينا واحد الطبقه شويه باينه في الحافه ديال الكاسرونه.
غادي نوريكم بعد قليل اشنو كنقصد. اما بالنسبه لروح الشوكولا فغادي نزيدو في المرحله الاخيره ملي نبغي نطفي النار. اذا كيف كتلاحظوا فمني كنديرو هكذا على الجناب كتلاحظوا بان الطبقه كتبقى واحد الفتره عاد كتنزل كتنزلش بسرعه. في هذه الاثناء غادي نزيد روح ديال الشوكولا يعني هذه الكميه نحاول ننزلها بالمعلقه. كيف كتلاحظوا فهي غادا تعطي اللون يعني كنعملوا واحد راس معلقه صافي وكنطفي النار. راس معلقه فقط من روح الشوكولا لانها قويه وحتى اللون فهي كتعطي واحد اللون داكن وجميل بزاف لهذا الصوص ديال الكراميل. اذا بمجرد ما ننزلوا هاد الصوص غادي نزيدوا له هاد غادي نزيدوا له هاد المعلقه ديال الزبده. هاد الزبده كتعطيه مذاق مزيان وفي نفس الوقت كتعطيه اللمعان. غادي نذوبوها فيه وغادي نتسناو عليه حتى يبرد عاد نعملوه يا اما في قنينه زجاجيه بحال هذه ويا اما في هاد القنينات اللي احنا كنشريو فيهم مثلا المربى او لا المايونيز او لا هما كيكونوا مخصصين لهاد المواد هاد المواد يعني المربيات ولي صوص وداكشي. نغسلوها مزيان ونعمروها كتكون عمليه حتى في التزيين مقارنه بالقنينه ديال الزاج كتمحن شويه في التزيين لان ما هذه كنوركو عليها باش كنهبطوا الكميه وكنتحكموا في الشكل ديالها. القرعه شويه تجينا صعيبه. اذا غنحرك هاد الزبده ندوبها مزيان ونتلاقاو بعد ما يدفى لينا هاد الصوص ديال الكراميل. بغيت نوريكم لا تيكستور ديالو كيفاش كيتولي ملي كيجمد يعني ملي كيبرد. هادي لا تيكستور ديالو هكذا كيولي صوص الكراميل كيجي رائع في التزيين وحتى في الشكل ديالو وفي المذاق اروع. نتمنى تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. واحد الملاحظه حنا ممكن نتحكموا في الخطوريه ديال صوص الكراميل. ممكن نحصلوا على صوص خفيف كيف ما ممكن نحصلوا على صوص ثقيل. فانا عندي جوج الانواع عاملاهم ومصيبه ومختلفين على بعضياتهم لكن بنفس المكونات. الاختلاف الوحيد هو ان هاد الصوص اللي انا زينت به المثلجه هو صوص خفيف ما عاملاش فيه النشا يعني الحاجه الوحيده اللي ما عاملهاش هي النشا. اما هاد الصوص اللي انا زينت به اللي غادي نزين به بعد قليل واحد القطعه ديال الكيك فهو صوص ثقيل عامله فيه النشا. يعني انتم ممكن تحكموا في الكثافه ديال هاد صوص الكراميل من خلال النشا. ممكن تعملوا معلقه ممكن تعملوا نص معلقه كيف ممكن تستغناو عليه كليا حسب الكثافه اللي انتم بغيتوا هاد الصوص يكون عليه. غادي نوريكم كيفاش كتكون لا تيكستور ديالو ملي كنزينو به. كيجي رائع كيف كتلاحظوا. الى عجبتكم وصفه اليوم عملوا جيم الفيديو بارطاجيو مع الاصدقاء ابوناو في القناه باش يوصلكم دائما الجديد. ما تنساوش تزوروني على الموقع سيت ويب جميله تيرابيكسيس ماغازين بوانيت وعلى صفحة الفيسبوك للتواصل. أستودعكم الله وإلى وصفة قادمة بإذن الله.